طيب انا عايزه يعني عايزه اروح لمحمود كده. طبعا يعني انت كنت بتلعب رياضه وده كان سكتك الاول، وبعدين قررت ان انت تبقى اعلامي واشتكيت للرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي وحقق لك امنيتك. ما رجعتش نفسك خالص خالص في موضوع الرياضه؟ لا لا انا طبعا موجود في الرياضه، يعني انا هبقى موجود في الرياضه والاعلام عادي الاثنين مع بعض. حبك للاعلام تحديدا برضو يعني جه ازاي؟ ما هو زي ما قلت لك جه من اول مشاركه ليا في قدرون باختلاف ثلاثه. طب انت وزاد بقى السنه دي. انت بدات رياضه امتى؟ في 2019، يعني مش من زمان. احكي لنا عن بدايتك بقى. كانت بدايتي يعني رحت نادي عندنا في البلد وقلت اكتشف نفسي، فاكتشفت نفسي في الجري 100 متر و200 متر، فحققت بقى بطولات كتير والجاي اكتر بقى ان شاء الله. طب انا عايزه ارجع بقى لتاليا. استاذه تاليا لا احنا هنرجع لتاليا في الفيديو الجاي. تاليا احنا هنتفرج دلوقتي على فيديو ليكي من مؤتمر قادرون باختلاف مع بعض وهنكمل مع حضراتكم. ايه بس ماشي يعني بتحبي دينا قوي يعني؟ قوي قوي كنا بموت فيكي. انا عشان يا روحي النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده من برنامج قادرون باختلاف. البرنامج جميل جدا وان شاء الله هيعجبك. الاول في حاجه اسمها في حفله بعد ايوه لازم نركز عشان ما ننامش على المسرح. بيقولوا ان الحفله دي لازم يكون فيها فساتين وحاجات جميله جدا، فانا قلت اعرض لكم فيديو جميل جدا وهيخرب الدنيا باذن الله. هيخرب الدنيا مع مين بقى؟ انت بتصوريه مع مين؟ مين انا؟ عرفي بقى الجمهور. لان انا بصور فيديو مع الاستاذه دينا. الاستاذه دينا جدا دي هتحضر معايا الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله تحضر معانا الفيديو كمان جندي وكمان مراد. هنخلي كل الناس تحضر معايا الفيديو وهيبقى جميل جدا باذن الله. هنشوف الحلقه الجايه جزء. تاليا الفيديو ده انت كنت قاعده في الكواليس؟ ايه الفيديو ده كنت قاعده في ورا المسرح في قدرون باختلاف؟ قاعده على سلم المسرح. وانا ودينا كنا بنعمل فيديو عن برنامج قدرون لان في حفله كانت السنه دي، فقلت يعني اعمل برنامج مع دينا ومع ابراهيم فايق. يعني في حاجه انا عايزه اقولها لكم. يعني انا كان نفسي اكون شغاله مذيع مع في برنامج قدرون. طبعا انا قلت لدينا ان انا اعمل برنامج قادرون. هي قالت لي ماشي، بس الحلقه الاولى انا عملتها معاها. ففعلا الحمد لله نجحت. نجحت الحمد لله. طب قولي لي بقى تاليا، عايزه تستضيفي مين في البرنامج بتاعك؟ اول خلصنا الاولى والثانيه ناقص الثالثه. الثالثه بعد معاكي انت يا روح قلبي يا نادي. لا 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 ما اقدرش. اتفضلي يعني هنعمل ايه سوا انا وانت؟ هنغني سوا؟ ومين تاني عايزه تستضيفي مين تاني؟ وهند. يا حياتي يا ده انا يعني ارجوكي استضيفيني. نفسي اي حد يستضيفني يا تاليا، فما بالك لو انت.